قال لك هاد الطلبة هادو اللي قاطعوا الامتحانات غنعطيهم زيرو. كيف يعقل غنعطيو زيرو 25000 طالب، علما ان المقاطعه ديال الامتحانات دارت بواحد النسب اكثر من 99.99% على الصعيد الوطني، ماشي في مدينه ولا كليه ولا، على الصعيد الوطني بالنسبه للشعب بجوج الصيدله والطب تمت مقاطعه الامتحان بنسبه 100%. واكثر من ذلك الندوه الصحفيه دارت الاربعاء الخميس كان عندنا امتحان في مدينه الرباط ديال الدفعه ديال السنه الاولى يعني البريمير اني، تمت مقاطعه الامتحان بنسبه 100% لدرجه ان النهار الاول المنابر الصحفيه اللي كانوا راه كانوا لي بارون بلوزوم مخلوعين، كانوا كيجيو يشوفوا يطمئنوا. داك النهار ما جاوش اولياء الامور، ما جاوش حتى حد، ما جا قدام الكليه كان كيصفر، ما كان حتى شي واحد. علاش؟ كلشي اقتنع بالملف المطلبي ديالنا، وكلشي كان اصلا مقتنع نهار انخرط معنا في هذه الخطوات النضاليه. يعني الجواب الوحيد واحسن جواب لذاك التهديد بالاصفار ديال السي الوزير هو الجواب هو المقاطعه الامتحان اللي كانت لغت ليه بنسبه 100%. بالنسبه للسنه البيضاء كاين واحد الشبح ديال السنه البيضاء تيروج. حنا اليوم كنقولوها زعما ماشي مشكل، حنا ما بغيناش السنه البيضاء، حنا لا نريد ان نكلف الدوله ديالنا سنه بيضاء، لان سنه بيضاء غتكون واحد الفشل حكومي ما عمره ما كان قبل بالنسبه سورتو بالنسبه للطب. ولكن هذا الشيء راه خصنا نتحملوا مسؤوليته حنايا، والحمد لله حنا راه متحملين مسؤوليته، كنحلوا باب الحوار وكنحاولوا نجلسوا في النقاش، وخصهم يتحملوا مسؤوليتهم هما كمسؤولين كسياسيين. ولكن مالوغوزمون ما كيتحملوش هذه المسؤوليه نهار كيقول لك ان الحوار تسد وان هذا القرار لا رجعه فيه وان الطلبه خصهم يجمعوا راسهم وان الممثلين ديالهم كيتم التهديد ديالهم. يعني هذه السنه البيضاء حنا راه ما بغيناهاش وكنتمنوا ما نوصلوش ليها، وهذا الوقت هذا اللي كيضيع راه كيضيع لينا حنايا. ولكن كما كيقولوا كافه الطلبه السنه البيضاء ارحم من مستقبل اسود، والطلبه نهار صوتوا النهار الاول على الملف المطلبي وعلى المقاطعه المفتوحه كانوا عارفين ان هادشي يقدر يتحل في سيمانه، يقدر يتحل في شهر، يقدر يتحل في شهرين، يقدر يتحل في 3 شهور. وهادشي ماشي ديبوندون ديالهم هما، هادشي كيديبوند ديال الوزارتين الوزارتين الوصيتين وكيفاش غيتجاوبوا مع المطالب ديالنا. حنا اليوم راه تنطلبوا بحاجه واحده، هو نجلسوا على طاوله الحوار ونلقاو حلول، نلقاو حلول، ماشي تسد لنا باب الحوار ونتسموا اننا حنا اللي كنعكسوا ولا كنديروا العصا في الرويضه، ولا تبداو تلصقوا لنا واحد الاتهامات واحد لي زيتيكيت اللي هما غالطين وما كاينينش كاع. بحال حنا اليوم ماشي مواطنين مغاربه وما باغينش المصلحه ديال البلاد وما باغينش المصلحه ديال الشعب المغربي، راه حنا فاش كنطالبوا باصلاح التكوين وكنطلبوا بمعدات صحيه وكنطلبوا ان السبيطارات يتقادوا، راه شكون غيستافد من هادشي؟ راه انا كطالب في التكوين ديالي والطبيب ديال الغد والاساتذه ديالنا والمواطن المغربي اللي غيمشي يتشافى في المستشفى العمومي. يعني هاد النقاط هادو كان تيتهمونا اننا كنخدموا المصالح الشخصيه ديالنا ولا كنشوفوا غير الطلبه، بحال هاد الطلبه هادو ما كيخدموش في المجتمع المغربي وماشي مغاربه.